السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه جدا جدا، كل الاطفال بيحبوها ومش دايما كمان بنلاقيها، فهنعملها وان شاء الله هتنبسطوا عليها. هي تفاح العنبر، اللي هو ايه بقى، اللي هو بيتقال عليه تفاح الحب، تفاح الكاندي، زي ما بيتقال عليه بقى. فاحنا ده هنعمله، وهنعمل كمان معاه تفاح تاني، اشكال تانية، وهنعمل كمان ايس كريم بس بحركات كده لذيذة. والاول هنقول المسابقة بتاعت النهاردة، واللي هي كم عدد مرات ذكر الرمان في القرآن الكريم؟ 1 مرتين، 2 3 مرات، 3 4 مرات. ورقم الرسائل اللي هتبعته عليه هو 95173، ورقم المحمول 2670، ورقم الأرضي 0909400. تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي هنعمل زي ما قلنا كذا نوع. أول نوع هنعمله، خلينا نحطه على النار من دلوقتي علشان نكسب وقت، هو النوع بتاع العنبر، أو اللي هو بيبقى لونه أحمر ده، اللي زي الكاندي. خلينا نطلع كده كام خشبات. هنعمل ايه بقى؟ عايزين كوبايتين سكر اهم، وعايزين معاهم 3/4 كوباية مية، دي نحط هنا 3/4 مية، يعني دي تلتين، فكده كفاية. وعايزين معاهم نص كوباية جلوكوز أو شراب ذرة، اللي هو الكورن سيرب، وده مش صعب ابدا تلاقوه، انا شايفاه في السوق موجود، وبالذات عند الناس اللي هم بيبيعوا مستلزمات الحلويات، مستلزم ادوات تزيين الكيك والحاجات دي موجوده عندهم، يا جلوكوز يا شراب ذره. هحط بقى الكلام ده على النار. تقدروا لو تحبوا تضيفوا كمان للكاندي ده، تقدروا تضيفوا له قرفة، شوية قرفة لو عايزين. على ما ده يغلي خلينا نعمل الحاجات التانية اللي عندنا، اللي هي ناخد معانا دعاء. اهلا يا دعاء. اهلا يا مدام غادة، ازيك؟ يا اهلا وسهلا. لو سمحت يا مدام غادة، ممكن بس طريقة البيتيفور؟ البيتيفور حاضر حاضر. طيب دلوقتي احنا عندنا الشوكولاتة بيضة وعندنا شوكولاتة غامقة، خلينا بس ندوبهم كويس. وهقول لكم الكاندي عندنا كمان، دي كويس كده. هنا بقى عندنا ايه؟ هنا عندنا، هقول لكم، عندنا البونبوني ده اللي احنا كلنا بنشتريه من السوق اهو، ده البونبوني ده انا اخدته حطيت تقريبا 300 جرام منه على النار مع معلقتين ثلاثة لبن بس، ودخلتهم الميكروويف لان هما طبعا على الحمام المائي هياخدوا وقت اطول، فحطيتهم في الميكروويف علشان على طول يسيحوا. زي ما انتوا شايفين بعد ما بيسيحوا بيبقوا بالشكل ده كده. انا جهزت الحاجات اللي هعملها، عايزه بقى ايه دلوقتي ابتدي اشوف التفاح. ناخد صينيه وورق زبده، نحطهم هنا كده. طيب بننقي تفاح يكون يعني صحته حلوه، يعني يكونش فيه حاجه بايظه، يكون كويس علشان خاطر نقدر نشتغل فيه. ممكن اي نوع من التفاح، احمر اصفر اخضر، بس هو الاكتر بيبقى مع الاصفر او الاخضر. وناخد معانا مريم. اهلا يا مريم. الو مريم،
طيب هناخد الخط فصل، يا ريت تحاولي تكلمينا تاني. دلوقتي هاخد التفاحه وهشيل منها ده اللي بيبقى في النص كده اهو، وبعدين بجيب الستيك اللي عندي وبحطها كده اهو، تمام، بدخلها تقريبا لغايه النص كده. ناخد كمان واحده، دي متشال منها اصلا، دي بتقعد معانا يعني التفاح ده ممكن يقعد معانا اسبوع. اهو كده تمام. نروح بقى دلوقتي عايزين نجيب الحاجات اللي بنزين بيها، فاحنا عندنا هنا حاجات كتير للتزيين، وناخد معانا ليلى. اهلا يا ليلى. اهلا يا ليلى، عامله ايه؟ انت ايه اخبارك؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليكي، وانا كمان بحبك، تسلمي. انا بحبك قوي، بحب اتفرج على كل الحلقات بتاعتك. ربنا يخليكي. وبتعملي حاجات ولا بس بتتفرجي بقى؟ لا بقى، لا بقى، بشوف حضرتك وبعمل زي. شطوره، برافو عليكي. ابعتي لنا بقى التطبيقات، علشان لو تطبيقاتك جميله زيك كده هتيجي معانا مره. ماشي؟ اوكي يا حبيبتي، شكرا. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى نحط زينه، ممكن تحطوا زينه زي ما انتم عايزين، يعني احنا مثلا ممكن ناخد من اللون ده، ممكن ناخد يعني بتاخدوا الزينه زي ما انتم عايزين، نقدر نحط من ده كمان، نحط كده شويه هنا، ناخد التفاح بتاعنا بقى دلوقتي، وهنروح على مثلا بالشوكولاتة العادية. وهنبتدي نغطسه كده اهو. احنا ممكن نطفي عليه النار ده، نخليها واطية. هنميله بس كده شوية علشان أقدر ألفه كويس عشان يغطي كل التفاحة عندي، وهحطها كده وهبتدي ألفها زي ما انتوا شايفين لغاية ما تبقى بالشكل ده، ونبتدي نهزها شوية علشان تنزل الزيادة. تمام كده. بعدين هناخدها، ممكن بقى ناخدها نحطها هنا مثلا في الكور دي، وناخد معانا لورا. مدام غادة، ازيك يا مدام غادة؟ يا اهلا وسهلا. من فضلك انا طلبت المناقيش وما اخدتهمش، وبعدين عايزه حاجه تانية. أموري. الفول اللي انت عملتيهم بالعجوه وحاطه لهم العصيان اول امبارح، دول كانوا ايه؟ دول اسمهم تمريه، هم بيتعملوا بالتمر. أيوة. وبيتقدم معاهم صوص يا اما كراميل. ايوه، وممكن صوص شوكولا. تعجنيهم بميه الزهر والورد وحط لهم فزق، حطينا لهم من جوه بسكوت مطحون. بسكوت. دلوقتي ولاء تنزلها لك حالا على الشاشه بالمقادير كامله، اللي هي التمريه بالتمر، بتتقدم مع صوص كراميل، حتى لو الصوص جاهز، صوص كراميل جاهز وصوص شوكولا، وبتحطيهم بتغطسي كل واحده في الصوص اللي بتعجبك قبل ما بتاكليها. طيب دلوقتي احنا عملنا مثلا دي كده في القاع بالشكل ده كده اهو، خلينا بس ناكد انه كله جه عليها، وبعدين بنحطها كده هنا، بس هي لسه ما جمدتش معلش كده. ممكن بقى ناخدها نحط عليها مثلا تشوكليت شيبس، وناخد معانا عمار. اهلا يا عمار. الو، اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا حبيبي، كل سنه وانت طيب. عندك اي سؤال؟
اتفضل. عايز طريقه منين بالعجوه. المنين بالعجوه اللي عملناه امبارح حالا برضو. ولاء تنزل الوصفتين، التمريه والمنين بالعجوه. حاضر، ماشي، حاضر. طيب دلوقتي احنا ابتدى يغلي عندنا، هو تقريبا كده خلاص، بس احنا لو موجود عندكم الترمومتر ممكن برضو احنا نتاكد وصلت درجه الحراره لكام. لا هو لسه عايز شويه، فهنخليه شويه كمان لان هو واصل معانا دلوقتي لسه شويه. خليه شويه كمان، نرجع له تاني. وهنا نحط زي ما قلنا، ممكن نحط كمان من الالوان الفضي، يبقى شكلها حلو. بنقعد بقى نزين زي ما احنا عايزين. طبعا الولاد بيهيصوا على الحاجات دي، هو اصلا الشغل فيها جميل وممتع. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى خلينا نشوف درجه الحراره وصلت لكام. 238، يعني لسه خليها، يعني احنا هو هي بتقعد على النار تقريبا 10 دقائق او 10 دقائق من بعد ما بتبتدي تغلي. يعني احنا لغايه دلوقتي هو لسه ما ايه ما استعملناهاش. هناخد دلوقتي بقى الكراميل، نعمل الكراميل اللي عندنا. طبعا الزينه اي حاجه عندكم بتقدروا تزينوا بيها. نلفها بس كده لغاية ما تغلف كل التفاحة عندي. طبعا دي فظيعة، دي طعمها تحفة، وزي ما انتم شايفين سهلة جدا. بس بتجيبوا البونبوني اللي في السوق ده، الكراميل اللي كلنا بنشتريه، وبتسيحوه على الميكروويف مع شوية لبن. وادي مقادير المنين بالعجوة نزلت. خلاص ناخدها بقى كده برضو، وبرضو نحط لها ايه بقى، ممكن نحط لها من ده. ايه عملت دي هنا كده، معلش. طيب هحط بس البونبوني، بونبوني لزق، نحط شوية ابيض هنا كده ونخليها عليه، او ممكن نرشها كده جمد جامد. طيب دلوقتي نجيب احنا بقى بايدينا، هنقعد نحط لان الكراميل بيجمد اسرع من الحاجات التانية. هحط له انا كده خرز من ده، قبل ما يسيح، قبل ما يجمد على الاخر كده، نلحق نحط لنا كام واحدة. والتمرية كمان على الهواء اهي للي طلبوها، المدام اللي طلبتها. لان هو الكراميل بيبقى حلو بعين الجمل، كان لازم عملنا له من تحت طبقة عين جمل. كده اهو خلاص. دلوقتي هنعمل العنبر بقى نفسه، خلاص زمانه دلوقتي وصل للدرجة اللي احنا عايزينها. خلاص كفاية كده، نلمه بعدين. ناخد معانا ريم. اهلا يا ريم. اهلا حبيبتي، ازيك؟ كله تمام الحمد لله. اهلا بيكي، عندك اي سؤال؟ عايزه اعرف اعمل الكب كيك.
الكب كيك. طيب ماشي حاضر. اوكي طيب دلوقتي احنا وصلنا لخلاص يعني خلاص فاضل له شويه صغيرين على ما نحط اللون الاحمر، هيكون وصل للدرجه اللي احنا عايزينها اللي هي 280. ومعانا مي. اهلا يا اهلا يا مي. اهلا وسهلا بحضرتك مدام غاده. يا اهلا يا الحمد لله الحمد لله. حضرتك ست جميله جدا جدا جدا، وانا والله بحب حضرتك قوي قوي من زمان. ربنا يخليكي، ده من ذوقك. ربنا يخليكي حضرتك، ربنا يخليكي. بس انا ليا طلب عن البرنامج خالص. اتفضلي اتفضلي. ماشي قولي. انا مش عارفه اتصل بمين حضرتك بس الخط قطع من عندك، ارجعي اطلبينا تاني معلش، كلمينا تاني. طيب احنا دلوقتي كده خلصنا التفاح بتاع الكاندي اللي هنعمل بيه التفاح كده. تمام، ناخد بقى التفاح اللي عندنا، ممكن ناخد دي كده اهو، وبعدين هننزله طبعا كده ونلفها التفاحة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. وبقى عندنا التفاح العنبر اهو، شايفين قد ايه سهل وقد ايه حلو وقد ايه الولاد هينبسطوا عليه. نحاول ننزل قد ما نقدر بس منه، ودرجة الحرارة يعني زي ما شفتوا اللي ما عندهمش ترمومتر ممكن يستنوا لغاية ما يقعد ربع ساعة 10 دقايق تقريبا بعد ما نحطه على النار ما يبتدي يغلي. أهلا يا مريم، كمان واحدة. طيب قطع مع مريم، تحاول تطلبنا تاني، هنعمل كمان واحدة. أهو خلاص هو احنا في حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها. في تفاح مشمع طبعا معروف، يعني لو التفاح اللي انتوا جايبينه مشمع لازم تحطوه في ميه سخنه مغليه دقيقه وتطلعوه وبعدين تنشفوه كويس جدا علشان نسيح كل الشمع اللي عليه، لان لو ما سيحتوش الشمع اللي عليه هتحطوا العنبر ده هتحطوا الاحمر ده هيتزحلق، الشمع هيزحلقه. فلازم تخلوا بالكم من الحتة دي، انه لازم يكون التفاح مش مشمع. خلاص احنا كده خلصنا دي كده اهو. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه هقول لكم. هاخد بس كيس حلواني وهمشي على كيس من غير تيب ولا حاجة، وهمشي بس على الشوكولاته على التفاح اللي عندنا كده بس ايه شويه شوكولاتات، بس مش على تفاح العنبر مش الاحمر التاني، هعمل له بس كده شويه شوكولاته تنزل من عليه. وهعمل الكلام ده في الفاصل، وان شاء الله بنرجع من الفاصل نعمل مع بعض برضو منهم واحده ونكمل بقيه وصفاتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بس هحط دي هنا، كل حاجه فضلت زي ما هي، خليها بقى كده لغايه ما تجمد بس، ونسيب دول بقى ونلم نشيل دول من هنا. وهنعمل بس دلوقتي شويه شوكولاته كده على الوش بتدي شكل حلو. هناخد دي ده، حطينا هنا شوية شوكولاتة. وحطينا كمان كراميل. فين الكراميل؟ ورا. الشوكولاتة والكراميل سخنين، فأنا هسيبهم شوية بس يبردوا عشان أقدر أشتغل بيهم.
انهم سخنين جدا بصراحه. خلينا نشوف. طيب معلش نقطع بس حته صغيره، مش عايزين حته كبيره. كده احسن حاجه لانها جامده. سخنه. يعني هي حاجات بسيطة بس بصراحة بتفرق في الشكل. ونحط فين تاني؟ ممكن نحط على بتاعة الشوكولاتة هنا. وناخد معانا ادهم. اهلا يا ادهم. انا كويس الحمد لله. كله تمام؟ انا كويس. كل سنه وانت طيب حبيبي. انت طيب، انا بحبك قوي. ربنا يخليك حبيبي. تسلم يا ربي، وانا كمان بحبك. عندك اي سؤال؟ انا عايز حضرتك بس تعيدي التفاح الكاندي. عايز اعيد لك تفاح الكاندي؟ أوه. حاضر. بص، هو الوصفه سهله جدا. احنا بس حطينا كوباية مية على، لا كوباية إلا ربع مية على نص كوباية شراب ذرة أو جلوكوز، وده موجود في عند محلات مستلزمات الحلواني كلهم بيبيعوه. وحطينا معاهم لون أحمر وبس، ده كل اللي حطيناه. يعني كوبايتين سكر، كوباية إلا ربع مية، نص كوباية جلوكوز، وسبناه على النار يغلي مع بعض. أول ما بعد ما ابتدى يغلي تقريبا ربع ساعة طفينا عليه وحطينا اللون الأحمر واشتغلنا فيه زي ما انت شايف كده. بس ده كل اللي عملناه دلوقتي. بس هنحط شوية هنا في الشوكولاتة كمان. وناخد رينا. جينا. جينا والخط قطع، معلش. طيب تحاول ترجع تكلمنا تاني. خلاص احنا كده كفاية كده. نبتدي بقى ندخل في الوصفة التانية عندنا. هنعمل ايه؟ عايزين نعمل ايس كريم، بس الايس كريم احنا عملناه قبل كده، فاحنا بس هنعمل الفكرة بتاعت الايس كريم، واللي هي هنعمله بالكنافة. تمام؟ ايس كريم الكنافه لذيذ جدا جدا جدا، ما تصوروش قد ايه طعمه حلو وما بياخدش وقت خالص. دلوقتي هنعمله مع بعض. خلينا نحط التفاح بتاعنا هنا. ده سخن لسه. فين الناشف ده؟ ممكن نستنى عليه بس شويه يبرد. شايفين بقى بيبرد على طول، يعني ما بياخدش وقت كبير. علشان نعمل المقادير بتاع، خلينا نعمل الكنافة دلوقتي. عشان نعمل مقادير الكنافة عايزين الآتي. ناخد ده ورا. عايزين طبعا كنافة، وعايزين نص كيلو تقريبا كنافة حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها، وعايزين معلقة كبيرة من السمنة ونص كوباية زيت. بس أنا عايزة السمنة عشان تديني طعم للكنافة بتاعتي، يبقى فيها طعم حلو. وعايزين آيس كريم فانيليا، وعايزين فستق، وعايزين شربات. والفستق ممكن تستغنوا عنه لو مش عايزين تستعملوه، يعني مش عايزين تحطوا مكسرات، بس هو بيبقى حلو معاها طبعا. ناخد بقى طاسة ونحط فيها السمنة والزيت اللي عندنا. هناخد تقريبا زي ما قلنا، بس احنا طبعا عاملين اقل من
من نص كيلو، فهنحط كمية أقل، يعني هحط تقريبا ربع كوباية زيت بس، مش هحط كمية كبيرة. وطبعا احنا مستعملين زيت عافية، وهنحط السمنة، وهنحمر بقى الكنافة بتاعتنا في شوية دول علشان خاطر نعمل بيهم آيس كريم لذيذ جدا، ما تصوروش قد ايه طعمه حلو. ناخد بقى الكنافة، كنافة طبعا احنا مقطعينها بس عايزين نستنى ده يقدح شوية. على ما تقدح باخد انا كل ده من شايفين زي الشعر ده من الاحمر ده، لما بينشف بيبقى عامل زي الشعر بالظبط. ده لسه ما نشفش، دي نشفت. ودي نشفت. نحط دي ورا كده. خلاص فاضل واحدة بس. ده فاضل كتير. طيب. لسه ما نشفوش. نحط بقى الكنافة بتاعتنا. هنقلبها. طبعا احنا عملنا وصفة الايس كريم قبل كده، فالوصفة ممكن تطلعوها من اليوتيوب، من على موقع كمان سفرة. كل الوصفات اللي بنعملها هنا بتنزل، ولو عايزين الوصفة تكون ليا انا، كل الوصفات بتاعت الشفات هنا بتنزل على موقع سفرة، والوصفات بتاعت البرنامج هنا بتنزل على صفحة البرنامج، واللي هي بتخشوا على الفيسبوك وبتكتبوا زعفران وفانيلا، هي دي الصفحة الرسمية بتاعت البرنامج، وبينزل عليها كل الوصفات أول ما بتنزل، فبتقدروا تشوفوا كل الوصفات هناك. وبالنسبة للتطبيقات، كل اللي حابب يشارك معانا في الفقرة بتاعت التطبيقات ممكن عن طريق ان هو يبعت التطبيقات على صفحة البرنامج برضو، او على صفحتي. وصفحتي هي على الفيسبوك غادة التلي بالعربي وبالانجليزي. وزي ما بقول كل مرة انه في حبايب كتير عاملين لي صفحات، بشكرهم كلهم طبعا، بس انا صفحتي هي عشان تعرفوها هي اللي عليها 2 مليون ما شاء الله. بغيظك يا طمان، ايوه دي حقيقه. بس فاي حد عايز يشارك في الفقره بتاعه التطبيقات، ان هو يجي معانا هنا ويطلب وصفه يكون مش عارف يعملها كويس، بيقدر يبعت لنا التطبيقات على صفحه البرنامج زي ما قلنا، وعلى صفحتي كمان، واحنا بنسحبهم من هناك وبنستضيفكم. خلاص كده احنا عندنا الكنافة اهي، قليناها بالسمنة وبالزيت كده، خلاص كفاية. هاخدها بقى احطها في المصفى علشان خاطر تبقى هي اخدت كفايتها والباقي ينزل. تمام، فاحنا كده اهو هحط هنا بقى برضو كمان مرة زيت وشوية سمنة، بس عشان أقلي حاجة تانية خالص، هقلي قطايف. القطايف اللي عندنا هنعملها إزاي هقول لكم بعد ما نرجع من الفاصل. أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد القطايف اللي عندنا، هنعملها كده كده اهو، كده تمام. وبعدين باجي الناحيه دي وبعملها كده، فاحنا بقى عندنا مربع كده زي ما انتم شايفين.
وبرده بقليه مع زي ما قالينا الكنافه مع شويه زيت وشويه سمنه علشان يديها طعم حلو. وممكن كمان لو حابين نعمل كده صحيح علشان خاطر هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. فاحنا دول قليناهم زي ما قلنا بالسمنه والزيت. وعملنا ايه تاني هقول لكم. اخدت القطايف كده زي ما هي وقطعتها مربعات صغيره، ده كده تحت وانا في المطبخ مع صالح والجماعه اللي تحت كده جت في بالي. قطعت القطايف لمربعات صغيره وبعدين رحت قليتها كلها زي ما انتم شايفين كده في الزيت والسمنه كده اهو. وهنعمل بيها برضو ايس كريم يكون لطيف. الطبق ده حلو. طيب دلوقتي خلاص هناخد الايس كريم بقى اللي عندنا وهنبتدي نظبط. مش عارفه نعمل انهي واحد الاول، ناخد ده. وعندنا كمان الكنافه عايزين نعملها، ناخد هنا اوريكم ازاي الكنافه هنعملها. طبعا فكرتها سهله جدا وسريعه وما بتاخدش وقت. زي ما انتم شايفين احنا عملنا الكنافه، هناخدها ونحطها كده، نحط هنا شويه كده اهو. خلينا ناخد كذا واحد ممكن دول بس كفايه كفايه كده نحط فيهم. انا باينه كويس كده يا طمان ولا اتحرك؟ حاضر ماشي كده. بنحط كده كنافة هنا وبعدين هحط على الكنافة دي شربات. الله ده محطوط عليها كيس. هنحط شربات على الكنافة وبعدين هناخد ايس كريم، ناخد ايس كريم نحطه هنا اهو. دينا معانا، دينا اهلا وسهلا يا دينا. الو اهلا وسهلا. الو اهلا اهلا. ايوه انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي يا دينا، تسلمي حبيبه قلبي. يعني انا ماما عملت اللي هي المكرونه بالسوسيس. حلوه؟ حلوه جدا عجبتنا جدا. الف هنا وشفا يا رب. تسلمي حبيبتي، شكرا، وسلمي على ماما كتير. حاضر. كل سنه وانتم طيبين. ناخد فاطمه. اهلا يا فاطمه. الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام؟ كل سنه وانتي طيبه. حضرتك طيب. عندك اي سؤال؟ كنت عايزه طريقه الكحك عشان العيد قرب. الكحك، بصي الكحك بقى تخشي على الموقع سفره او على اليوتيوب واكتبي ان انتي غدا التلي او زعفران وفانيلا الكحك، هتطلع لك الوصفه بالظبط زي ما عملناها السنه اللي فاتت. ووصفة هي حلوة، بنصحك تجربيها، هي وصفة جدتي الله يرحمها، فيعني وصفة على الأصول. خلاص دلوقتي بس هناخد شوية كنافة نحطها كده على الوش كده اهو. وكده تبقى دي الكنافة عملناها. نعمل بقى شوية كم واحدة من القطايف كمان. طعمه فعلا حلو، يعني انا اول مره دقته في محل ايس كريم، وقد ما فكرته بسيطه بس طعمه حلو حلو بجد.
خلاص هو لازم طبعا قبل التقديم على طول يتعمل عشان خاطر طبعا احنا عارفين مش عايزين ندخله الفريزر وهو معمول علشان الكنافه ما تتشتش. طبعا تتشتش بتشتش يا ابراهيم عز. في ايه يا ابراهيم عز؟ مش اسمها تشتشه اللي هي تتشتش يعني تترى وترطب كده؟ ماشي يا ابراهيم. خلاص هناخد برضو شوية شربات نحطهم فوق كده. وهنحط برضو لو تحبوا بقى شوية فستق كده على الوش. نروح بقى نحطهم هناك يعني شوية صغيرين بس كده منظر. وده طبعا لو تحبوا، لو مش عايزين ممكن ما تحطوش. وهنعمل كمان كام واحدة من القطايف، برضو فكرة القطايف لذيذة جدا. نشيل دول وناخد معانا بسملة. اهلا يا بسملة. اهلا يا حبيبتي، ازيك انتي؟ الحمد لله. ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. عندك اي سؤال؟ عايز اعرف طريقه الكب كيك. الكب كيك؟ طب انا هقول لكم بقى طريقه الكب كيك كده في السريع. اي وصفه عندكم بتعملوا بيها كيك هي وصفه كب كيك. فمثلا لو عملتوا وصفة بالشوكولاتة هقول لكم سريعا بتتعمل ازاي. بنحط لها 200 جرام زبدة مع معلقتين مع كوبايتين دقيق ومعاهم معلقة صغيرة بيكنج صودا ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبعدين معاهم 4 بيضات وفانيليا وتلتين كوباية كاكاو وكوباية وتلت مية سخنة. دي مقادير الكب كيك، وكيك بتنفع كب كيك وبتنفع كيك زي ما قلنا. هنحشي اللي احنا عملناهم دول. وفي واحدة انا عملتها برضو جت في بالي كده واحنا برضو بنشتغل تحت. الحاجات دي ما بيبقاش متخطط لها خالص، وانا يعني ممكن ابقى رسمة ان انا اعمل حاجة وانا بشتغل تقعد تجيلي افكار تانية نقعد نعملها تحت. وطبعا امين النهارده كان هينتحر مني لانه كل ما بيخلص حاجه بطلع له فكره جديده وبقول له نفذها، يعني يلا نعملها يا امين. فطبعا امين بيبقى منهار. ايه؟ لا بينهار مني يا حرام. بس خلاص معلش، احنا كل ده بس عشان نطلع لكم حاجات تكون جديده وتكون ما اتعملتش قبل كده. بنحاول ان احنا دايما تكون الحاجات اللي بنقدمها في البرنامج مميزة وقد ما بقدر يعني علشان خاطر تستفيدوا منها. فعملت أنا بتاعة الآيس كريم دي، احنا كان ممكن نعملها على فكرة مقفولة نص قفلة بس أنا لقيت شكلها كده بالمربع أحلى. خلاص كفاية دول. بوريكم بقى التانية اللي عملناها برضو، الفكرة التانية اللي جت يعني وقلنا نعملها. فين الطبق؟ اهو ورايا. نحط دول كده وبعدين التانية بقى اللي قلت نعملها. بس كده الطبق فاضي خالص، معلش نعمل كام واحدة. انا جبت برضو القطايف وزي ما هي مدورة قلتها في السمنة والزيت زي ما هي مفرودة يعني. وبعدين عزنا جبنا عايزين قطعة مدورة، ومعانا منى قطعة مدورة عندنا في الدرج. ماشي اهلا يا منى. منى اهلا يا منى، ازي حضرتك؟ انت ازيك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. اهلا بيكي، كل سنة وانت طيبة وحضرتك طيبة. عندك أي سؤال يا منى؟ لا أنا بس بتكلم عشان أتكلم على حضرتك. يا حبيبتي الله يسعدك يا رب، تسلمي. أنا
خط قطع. شكرا يا منى، تسلمي يا حبيبتي، كلك ذوق، شكرا. خلاص كده تمام، كفاية دول. هنجيب بقى دلوقتي المفرودة اللي انا قلتلكوا عليها ان احنا عملناها. طبعا دي كان صعب ان احنا نعملها لا قبل الهوا، فايه خلاص هناخد بقى دلوقتي التانية اللي قلتلكوا عليها. طيب انا بس جبت الايس كريم وزي ما انتم شايفين فردته في بايركس او اي حاجه، خليته بس طبقه مش كبيره قوي، طبقه متوسطه السمك يعني. وبعدين هناخد دلوقتي القطايف اللي عندنا اللي احنا عملناها مفروده، وبحاول اجيب قطاعه تكون قدها، يعني مثلا دي يعني هي اكبر شويه، بس ما هي ما قدامناش حل تاني، هو سايح قوي فانا مش عارفه هنعرف يتعمل ولا لا. معلش انا حتى لو ما اتعملش هقول لكم بس الفكره ازاي. هي الفكره ان احنا نقطع الايس كريم كده كده اهو، وبناخده كده بنحطه على القطايف بالشكل ده. بس طبعا هو زي ما انتم شايفين سايح، كان عايز يقعد اكتر من كده في الفريزر. وبعد بس هي طبعا زي ما بقول لكم لان انا ما فكرتش اعملها غير متاخر. وبعدين بنعمله كده، وبنقدر بعد كده نمشيه في شويه زينه كيك بالشكل ده. خلاص انتوا بقى تعملوه بطريقه تانية بحيث ان هو يبقى يعني يجمد اكتر من كده، لان احنا هو مش جامد معانا خالص فمش هنقدر نقدمه. انا بس هكمل دول ولا خلاص؟ شكرا. طيب احنا كده عملنا معاكم النهارده يعني هم افكار اكتر مما هم وصفات. عملنا وصفه الاطفال بيحبوها جدا اللي هي تفاح العنبر او تفاح الكاندي. زي ما انتم شايفين الوصفه سهله جدا، مش عايزه غير بس ميه وسكر. وعملناها كمان غطينا التفاح بالكراميل وبالشوكولاته، ووريناكم برده الكراميل انه بنجيب البونبوني جاهز من السوق وبس بنسيحه على النار مع شويه لبن، وكده بيبقى عندنا الكوتينج بتاع الكراميل كمان جاهز. الزينه بقى زي ما انتم عايزين، بتحطوا الزينه اللي تعجبكم، الزينه اللي موجوده عندكم بتحطوها. والعنبر اصلا مش محتاج من اصله زينه. فكده احنا نبقى وصلنا معاكم. بس اخد دي احط فيها الشربات عشان نحطها في النص كده اهو، ونحط شوية فستق. راح فين الفستق اهو. خلاص احنا كده خلصنا. بتمنى تكون الوصفات اللي عملناها النهاردة عجبتكم، والافكار كمان تكون عجبتكم وتنفذوها وتورونا تطبيقاتكم. وبشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وافكار جديدة ان شاء الله. باي باي.